من مجرد فكرة إلى صرح علمي أطلق عليه جامعة إقليم سبا والتي تشهد إقبالا مكثفا وغير متوقع لآلاف الطلبة حيث وجدوا فيها فرصة لتحقيق حلمهم وإكمال مشوارهم التعليمي بعد تعدد الخيارات مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت فيها الجامعة كلية وحيدة طبعا بعد ما كملت الثانوية الحمد لله أجت في مأرب هنا واستقريت والتحقت في الجامعة، طبعا السنة القادمة ما كانش في أقسام كثيرة. السنة هذه توفرت الأقسام جميع الأقسام منها قسم الإعلام، التحقت في هذا القسم. تحولات متسارعة في تطور نوعية التعليم وجودته، حيث استحدثت أقسام جديدة وتخصصات عدة فضلا عن اهتمام متواصل من قبل السلطة المحلية في تذليل صعوبات كثيرة. هذا العام عام 2017 2018 قبلنا حتى اليوم 2000 طالب ونتوقع ازدياد العدد الى 2300 ليصير عدد طلاب جامعه اقليم سبا في العام 2017 2018 بمستويات مختلفه بتخصصات مختلفه آه، 5000 طالب نحن الان اربع كليات في الامد القريب ان شاء الله تعالى في عام 18 19 أه أه نفتح كلية الطب والعلوم الصحية شارفت جامعة محافظة مأرب من استكمال بنائها الهندسي إذن وعملت على انتقاء كوادر تعليمية مؤهلة وهو ما يعكس مدى الرهان على هذا المشروع ومخرجاته في النهوض ولو بمحافظة استراحت قليلا من وطن أنهكته حرب الميليشيا الإنقلابية فترة قياسية منذ صدر قرار إنشاء جامعة سبا وبين رؤية مشهد كهذا وبهذه الصورة يعكس جدية الجهات المعنية في تعويض المحافظة سنوات من التهميش والحرمان خليل الطويل قناة بلقيس مارب